بسم الله، دلوقتي هنشوف مع بعض البراوزر. ده بيساعدني على تخصيص العناصر في برنامج الفيوجن بالشكل دوت. هنا بلاقي مثلا الأجسام اللي أنا عاملها، ده اللي هو المكعب وده اللي هو سلندر دوت. أقدر أخفي أي حاجة فيهم، أقدر أخفي كل الأشكال من هنا. تمام، وبلاقي عند الأوريجن ده اللي هي الاكس والواي والزد، في العاده انهم بيبقوا مخفيين، بس لو انا عايز اظهرهم ممكن اظهرهم من هنا، ممكن اخفي الاكس والواي. اللي انا عايز اخفيه اقدر اخفيه بسهوله. هنا بلاقي الكونتاكت سيت، ممكن ابدا اظبط فيه اليونت، ممكن نخليها مثلا بالسنتي، اي واحده كويسه انت عايزها. النمد فيو، نمد فيو بلاقي فيها التوب، لو انا عايز التوب، عايز الفرونت، عايز الرايت، الهوم، فببدأ اتحكم ايه الفيو اللي انا عايز اشوفه. فهي قائمة بتبقى سهلة جدا ان انا اتحكم في الاشكال اللي انا عايزها، اخفي واظهر اي حاجة انا عايزها، اغير الوحدة بتاعت القياس، اظهر الحاجات بتاعت الاوريجن لو انا عايز. تمام، وممكن من هنا اقول له انا عايز فايل جديد، فالفايل الجديد دوت ابدا ارسم فيه، وهتبدا كل ما ترسم حاجه هتبدا تظهر عندك هنا. يعني هنا هو لسه ما عملش مجسمات، اقول له مثلا عايز بوكس، واختار البوكس هيترسم فين، وابدا ارسم بوكس، عليه على طول بدا يظهر معايا. كان الاول سكتش ما كناش لسه خلصناه، دلوقتي بقى بادي، بقى مجسم اقدر اخفيه واظهره.